الآداب والأخلاق الإسلامية. المسلم يحافظ على أذكار الصباح أذكار المساء. عند دخول المسجد عند الخروج منه عند الخلاء عند المنزل عند الطعام يقول بسم الله، وإذا شبع يقول الحمد لله. الأذكار أدبار الصلوات المفروضة الخمس يحافظ على الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بسيط لكن الفائدة كبيرة جدا. آية واحدة، آية الكرسي، لو تقرأها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان إلى أن تصبح. إذا تنزل أي مكان، في وادي، في كهف، في البحر، في المسجد، في البيت، تقول ذكر واحد لا يضرك شيء، لا من الحيوانات ولا من الحياة والأفع ولا من الجن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ذكر واحد. ذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.